عندنا عنده استراتيجيه وطنيه طموحه للتنافسيه اللوجستيكيه، وهذه الاستراتيجيه قامت في اطار مقاربه تشاركيه بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتتهدف هذه الاستراتيجيه للتذكير الى تقليص نسبه التكاليف اللوجستيكيه، تنبني على خمسه محاور. المحور الاول هو اقامه شبكه مندمجه للمناطق اللوجستيكيه، ثانيا ترشيد وتكثيف ارويجه البضائع، المحور الثالث بروز فاعلين رائدين، الرابع تطوير الكفاءه اللازمه، والخامس تحسين حكمه القطاع. وتماشيا مع هذه الاستراتيجيه تم تطوير عروض متنوعه من المحطات في كل من طنجة المتوسط وطنجة المدينة والدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة، وتم كذلك تطوير عروض للتكوين بالإضافة إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والمرصد الوطني للتنافسية اللوجستيكية. كما عملت الحكومة والمجالس الجهوية على إدراج تنمية المناطق اللوجستيكية ضمن برامج عقود التنمية الجهوية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200 هكتار، وستعمل هذه الوزارة على تسريع وتيرة إنجاز هذه المناطق اللوجستيكية، إضافة إلى ملائمة الاستراتيجية الوطنية مع المستجدات التي تعرفها سلاسل التموين والإمداد، ولا سيما فيما يخص مجال الرقمنة